في اللحظة اللي بتفتكر فيها إنك عملت اللي عليك 100%، بتكتشف إن في 1% زيادة أهم من 100 كلهم. الحكاية كلها في 1% الزيادة اللي بعد 100%، وعشان كده ماونتن فيو كوميونيتي قررت تاخد خطوات زيادة علشان تعيش السعادة وتسيب أثر في اللي حواليهم. أول خطوة بدأت بجريتين، الكوميونيتي قدرت تجري فيهم 5 مليون ستيب علشان تنشر السعادة لناس أكتر. لأن مع كل ستيب اتخذت، ماونتن فيو هتتبرع قدامها وتفرح ناس أكتر من خلال ماونتن فيو فاونديشن. وهنا أكتر من 300 عيلة تقابلوا في جاذرينز وتحرفوا على بعض لأنهم جزء من عيلة كبيرة، وده خلاهم يعيشوا السعادة بكل أثر بسيط سابوه في بيوت بعض. بس طبعاً أهم خطوة زيادة كانت لازم تتاخد في عيد الأم، وعشان كده ماونتن فيو احتفلت بتلات أمهات من الكوميونيتي وصفرتهم اكسكلوسيف تريب لليوكي، وهناك اتفاجئوا بمقابلة محمد صلاح. الصحاب والأهل اتجمعوا هنا عشان يشجعوا ويتفرجوا على أكتر من 500 لاعب من الكوميونيتي في ماونتن فيوز تورنمنتس، وده مهما كان باين إنه بسيط هو اللي زود سعادتهم وحماسهم في اللعب. السعادة السنة دي كانت بسبب 1% اللي كوميونيتي ماونتن فيو أخدتها، ودي حاجة هتفضل موجودة ومكملة طول ما كل واحد فينا بياخد خطوة كمان بعد آخر خطوة. خطوة هتساعدك وهتسعد كل اللي حواليك.